أهلا وسهلا بكم متابعينا الأوفياء، كما تتابعون معنا هذا صور لإحدى المؤسسات الخاصة على مستوى مدينة أكادير، والذي أصبح كله متآكل ومتهالك وبدأ في السقوط والانهيار كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. والسؤال الذي يطرح نفسه هو أين المسؤولون وأين الجهات المسؤولة على هذه المؤسسة قبل حدوث كارثة غير محمودة العواقب؟ كما كتشوفوا يعني ليس فقط في هذه الجهة وإنما أيضا جهة أخرى. أنتم كتشوفوا يعني الصور كله متآكل ومتهالك وبدأ في الانهيار والتساقط، أطرافه بدأت تتساقط كما كتشوفوا معنا على المباشر. والصورة غنية عن كل تعليق، صورة توضح بجلاء حجم الضرر الذي لحق بهذا السور الخاص بهذه المؤسسة كما كتشوفوا معنا على المباشر. سور كله متآكل ومتهالك وسينهار في أي لحظة لا قدر الله كما كتشوفوا معنا. فالكارثة العظمى ستحل يعني بهذا السور متهالك كما كتشوفوا معنا على المباشر. انتم كتشوفوا بطبيعة الحال يعني الأضرار الجسيمة التي حلت بهذه المؤسسة الخاصة، والتي بدأ سورها الخارجي ينهار وأطرافه بدأت تتلاشى بفعل تآكل ديال الجدران لهذه الدرجة كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. وأيضا حتى في الجهة الأخرى فنفس المنوال، كل أطراف ديال هذا السور ستنهار في أي لحظة كما كيبان لكم من خلال هذه الصور. مع الأسف يعني قبل أن ينهار فوق رأس طفل صغير أو أي شخص يمر بالمحاذاة منه كما كتشوفوا على المباشر. انتما كتشوفوا بطبيعة الحال يعني الأضرار الجسيمة وبداية تساقط هذا السور على المباشر. بطبيعة الحال كنتمنى أن الرسالة توصل، كنتمنى أنه يتم التدخل العاجل قبل أن ينهار هذا السور لأنه مهدد بالانهيار بشكل كامل. فجل الأطراف ديالو، جل يعني الواجهة الخارجية ديالو مهددة بالانهيار في أي لحظة متابعينا الأوفياء في كل مكان. فنتمنى بطبيعة الحال التدخل عاجلا قبل فوات الأوان، لأنه لا قدر الله ممكن طفل صغير يمر بالمحاذاة من هذا السور وينهار فوق رأسه أو يؤدي إلى كارثة غير محمودة العواقب، ووجب إصلاحه قبل وقوع أي كارثة لا قدر الله.